أمومة وطفولة، هذه المرة مع الطفل العنيد. دكتورة إلهام دويري تابري، كاتبة واختصاصية تربوية وأديبة. صباح الخير دكتورة إلهام. يا هلا ميسون، أنا كتير سعيدة أكون معكم. وإحنا كمان في برنامج الأسرة والأطفال، ولا أحلى من أننا نلتقيكي ونتكلم عن الطفل العنيد. ليش الطفل بيكون عنيد؟ شو يعني علاقة هذا الموضوع دكتورتنا بولادة طفل جديد مثلا، أو بترتيبه بالعيلة، أو بطريقة معاملتنا معه سواء بالدلال الزايد أو بالإهمال أحيانا؟ تفضلي. أول شيء أهم شيء خلينا نتفق ميسون على مين هو الطفل العنيد؟ لا، أول شيء خلينا نتفق على أنه إحنا كأهل أم وأبو بدنا هالطفل يكون مطيع، وبدنا إياه يكون مؤدب كمان. يعني بدنا لما نطلب منه مثلا يغسل إيديه، يفرك أسنانه، يرتب ألعاب، وأي شيء بدنا إياه منه يطيع ويكون مؤدب وما يرفض. صحيح. هون ببتدي التصادم. وهذا اللي أنا معني اليوم إنه إن يعني يفهموا الأهل. أنا معكو إنه إحنا بدناش ولد مدلل، بدناش ولد منفلت، لكن غالبا يا ميسوم بحدث العكس. يعني الولد بصير في تضارب بين إرادة الأهل وبين رغبة الطفل. صحيح. الطفل عنده رغبات اللي غير بخط تاني مع رغبات الأهل. يعني رغبة الأهل هي إنه بسرعة فوريا يطيع، ورغبة الطفل هي التأجيل، اعتراض، وهيك بحصل العناد. بحصل العناد اللي يوم ورا يوم ورا يوم بصير العناد عادي. طيب هاي اللي أنا بديها يفهموها الأهل، إنه في عنا رغبة إحنا، ورغبتنا أكيد كتير محترمة وقيمها كتير عالية، لكن لازم يعرفوا إنه كمان الطفل عنده رغبة، وعنده كمان قضية الرد السريع هذا للأهل بدنيا، هذا بيختلف. فإذا بيعرفوا الأهل، وهون أنا بدي الطريقة إسا، لأنه بدي أستغل كل دقيقة حتى إنه أساعد هالأهل في إنه يعرفوا إنه الحل كتير بسيط. إذا بيعرفوا الأهل يستخدموا رغبة الطفل اللي هي بتتضارب مع رغبة الأم والأبو، ويربطوها بالسلوك المطلوب، يعني يرتب ألعابه، يعني يغسل إيديه، يعني يغسل أسنانه، بصير السلوك المطلوب يوم ورا يوم ورا يوم عادي. ليش؟ لأنه إحنا كلنا ميسون، أنا وياكي والصغار والكبار، كل سلوك بحقق لنا رغبة، بعطينا من وراء هالسلوك إشي إحنا منحبه. صحيح. بحقق لنا رغبة إحنا منكرره. يعني مثلا أنتيكي، مثلا أنا وياكي إسا، أنا رغبتي إني أنا أحكي معك، بحقل الرغبة اللي بحقق لي إياها اليوم هي إنه أنا أصل لأكبر شريحة من المستمعين. رغبتك ميسون إنه هذا البرنامج يكون ناجح. طبعا. فإحنا التنتين، إحنا التنتين تلاقت رغباتنا في إنجاح البرنامج. تلاقت رغباتنا بالضبط. فالأهل اللي بدهن يعودوا طفلين على ترتيب، على الغسيل الإيدين، على العادات والقيم اللي من إحنا بنحبها، بعد تناول وجبة مثلا يربطوا غسيل الإيدين برغبة. كيف؟ مثلا تعال نشوف مين بوسبو. هاي رغبة كتير، يعني نتعامل مع الموضوع بسلاسة، مش بعند أكبر إنه لا بدك تعمل كذا، لأنه كمان الطفل المطيع بشكل أعمى أنا ما بعرف كيف تصير شخصيته، كيف نحفزه، كيف نعمل رقابة، بس بنفس الوقت نكون هادين. وين تنتجاهل، وين تنشرح ونبرر؟ لا، قبل ما نتجاهل وقبل هذا ميسون، يعني انت قلتي بسلاسة، بالنسبة للأهل اللي عم بتبعونا ما رح يفهموا شو بسلاسة، رح يفهموا علي أعطيهن مثل. يعني أربطوا أي سلوك بدكوا إياه من الطفل برغبة طفولية. يعني لسلاسة كلمتك هاي رغبة طفولية، اللي أنا بحبها كتير أستعملها كلمة الدراما. تعال تعال نشوف مين بسبق، أو بزغزغ بزغزغ دغدغة، أو أمدحه برافو شوفه، تعال شوف يا تيتا، تعال شوف يا سيدو كيف رد. هاي الدراما، هاي السلاسة اللي أنت حكيت عنها، هاي بتخليه يوم ورا يوم ورا يوم يربط بذاكرته إنه هالسلوك اللي قام فيه تلقى من بعد ما قام فيه رغبة بحبها. وتكرار هالأسلوب، أكرر هالأسلوب
بعد كل سلوك بده الأهل إنه الطفل فوري يرد علينا بصير عادي، بدل إنه العناد اللي بتصير عادي. صحيح صحيح والله، يعني بدها طولة روح وبدها دخول لعالم الطفل حتى تتحدثي معه بمستواه. يعني أنا مرة شفت لقاء متلفز حتى مستوى نظري لازم يكون على مستوى نظر طفلي، مش وأنا واقفة وهو مسكين تحت وأقعد أحكي معه وأتمر عليه. حبيبتي يعني هاي كتير أنا بقولها بمحاضراتي إنه إحنا كتير طوال وهن كتير قصار، فبدل ما أنا وأنا واقفة فوق بالطابق العاشر فوقي على القليلة على القليلة أخليه يشوف عيناي. وميسون أنا بشكرك على هالملاحظة اللي هالقلي أنا مأسرة فيكي، إنه يا عمي كتير مهم إنه أعطيهن أدوات اللي سهلة سهل تطبيقها، وبنفس الوقت بدل ما إنه أصيح استخدمها، بدل ما إني أتعارك وأصير أنا وابني كل واحد منا بجبل مش رح يلتقي بكل سهولة إحنا بنقدر نلتقي. وعلى فكرة ميسون الطفل هو اللي بحاجة إلنا ومش إحنا اللي بحاجة إله، وهذا كتير ضروري إنه يسمعوا الأهل، الطفل هو اللي بحاجة إلنا، فليش أنتم مقهورين وخايفين ومتزعزع أمامكم؟ لا أو يعني كأنه في معركة أحيانا، بحس أنا بعض الإميات يا جماعة هذا ابنك وقطع منك. يعني هو مسؤول منك بالضبط. وأهم شيء يعرفوا الأهل إنه إذا أنا بصرخ وإذا أنا بتعصبن كمان هاي رح تحقق له رغبي. بتعرف بإيش ميسون؟ إن أنا لفت نظرهن، أنا خليتهن يركزوا علي، أنا خليتهن ربطتهن فيي. فكتير مرات بيفكروا الأهل إنه هو بدي يقهرني، هو بدي ينرفزني، هو بدي يصير غضبي. هو لا، هو شاف إنه هالرغبة اللي إنه أنت ما بتنتبهي لي، أنت ملتهية بكتير إشياء غيري، ركزت علي لما أنا نرفزتك، فبصير أنا أكرر هالتركيز علي بإني أنا مش قاصد أنا رفزك، بس أنت بصورة غير مباشرة انتبهتي لي، فأنا بصير أسلك سلوك اللي هو بالنتيجة رح ينرفزك أو ينرفزك يا بابا، لكن هو القصد مش أنا رفزك، القصد أنك تركزي علي وتصير تنتبهي لي. صحيح بصراحة هو لفت النظر هو أكثر سبب ممكن يخلي الولد يعاند أو يرفض أو يحتاج. بالضبط. وكتير مرات بضعفوا موقفك كتربوية مأمنة بأسلوب إنه أنا مش مقصرة فيه، أنا جايبت له كل إشي، أنا بشتري له كل إشي. ما في قال للأسف الماديات مش هي المهمة. أيوة صدقيني، يعني أهم إشي حتى أنا مش الكم، يعني الكيف. أهلي يقولوا لي كتير مرات يقولوا لي مش فاضي إلهام، أنا مش مع الكم أنا مع الكيف. بالزبط. يعني لما بحكي ثبتي له انك اصغيتي. صحيح صحيح، بتركك وبروح بلعب، ديري بالك ميسون. هو مش واقف يعني بستنى انه يضل ملزق فيكي، بس هو اثبتي له انك انت مهتمه فيه وانه هو مهم. شكرا جزيلا لك دكتورة إلهام ديري تابري، كاتبة واختصاصية تربوية وأديبة، مؤلفة سلسلة كشكش الأطفال في الناصر. استمتعت كثير في لقائي معك، بتمنى يكون معك وقت وتطلعي معي دايما. أنا بدي أقول لك إلى اللقاء حبيبتي، وأكيد كل مستمعينا الملايين استفادوا منك اليوم. الله يحميكي حبيبة قلبي ويخلي لك إيانا ويخلينا إياكي. شكرا، باي باي.